السلام عليكم الاخوان، اتمنى تكونوا بخير، في صحه جيده وكل شيء خدام، والطاقه الايجابيه والخدمه وما تحبسوش، ويكون ان شاء الله روح التعاون والبارطاج. دونك كما كنت وعدتكم على اننا غادي ندير واحد الفيديو عن طريقه بناء تطبيق قانوني وكيفيه العمل على النجاح ديالو استراتيجيا ولكن ليس تقنيا، لانه الاستراتيجيه هي كيفاش نلقى الفكره، كيفاش نخدم عليها، كيفاش نطورها. تقنيا كتبقى مساله كوداج ولي تولز باش غادي نخدم، فهذيك مساله تقنيه كل واحد وكي غادي يخدمها. استراتيجيا غادي نحاول نشرح الطريقه اللي كتبان لي انايا، يعني طريقه ناجحه، وبعض الاساسيات اللي خص الانسان ياخذهم الا بغى يدير واحد يبدا واحد واحد البيزنس، يعني اللي ليغال. دونك على بركة الله نبداو. دونك اول خطوة خص تاخدوها يعني باش تبداو، هو خصكم تعرفوا الامكانيات ديالكم، يعني فو ايدونتيفي لي بوتونسييل اللي عندكم، تعرف الامكانيات اللي عندك شنو هما، يعني واش انك عندك امكانيات في الديفلوبمون كديفلوبي، وشنو هما لي تولز اللي كتميتريزي، شنو هما لي لونغاج اللي كتميتريزي، الا ما كنتيش كديفلوبي واش كتميتريزي الجرافيك، شنو هما لي تول اللي كتميتريزي مزيان، يعني القوة ديالك واش كاينة في الجرافيك، كتخدم للإليستراتور ولا كتخدم فوتوشوب مزيان، عندك داك الحس تاع ارتستيك ديال اختيار الالوان واختيار طريقة تحط لي بيرسوناج والتناسق، ولا واش القوة ديالك هي التسويق. دونك هنا اهم حاجة هو خصكم انكم تحاولوا تيدونتيفيو يعني الامكانيات ديالكم باش تبدا. دونك هذه الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه هي الفكره. دونك ملي غادي تلقى الفكره بطبيعه الحال خصكم تلقاوها من لا سورس ترافيك نيميرو ان اللي هي البلاي ستور. دونك في البلاي ستور كندخل كنقلب كان تيليشارجي كان انستالي كان تيستي كنعاود ندخل نقلب من تيليشارجي انستالي من تيستي. دونك الفكره غادي تجيبوها كيوتيليزاتور، ديما حطوا راسكم في بلاصه اليوزر، كنا مثلا في الطبخ، مثلا اغلبيه لي شيف كوك اللي كيجيبوا الافكار ديالهم، اللي كيجيبوا لي غوسيت ديالهم، فكيجيبوهم عن طريق التذوق. دونك كياكل بزاف، كيدوز لهنا لهذا الريستو لهذا هادي، كياكلو كاع لي سبيسياليتي تايلاندي فيتنامية ماروكان. دونك من تما منين كيجيبو الافكار. دونك نتوما غادي تتبعو نفس الخطوة. دونك الفكرة ملي غاتجيبوها يعني من هنايا، دونك الفكرة تقدر تكون جيم، تقدر تكون تطبيق، تقدر تكون اي حاجه. دونك الحاجه دونك ان فوا لقيتو الفكره، كيبقى في عمليه يعني ديك داك لو برودوي اللي غادي تقاد، ديك الفكره اللي غادي تقاد خصك تحطها ايدونتيفيها. دونك انا غادي نعرفكم على واحد، وربما كاين اللي ديجا كيعرف هاد لا بيراميد. دونك سميتها بيراميد دو ماسلو، هرم ماسلو بالعربية. دونك اللي هي هادي، دونك في هذا الهرم ماسلو كان
ده يعني من الضم احتياجات الانسان في هذا الهرم. دونك من اكبر الاحتياجات، يعني الاحتياجات الاساسيه، اصغر الاحتياجات، يعني الاحتياجات يعني كل ما نزلنا تحت الهرم فهو القاعده، يعني الاحتياجات اللي مهمه بالنسبه للانسان، بالنسبه الاهميه للانسان. الاحتياجات الاولى هي احتياجات الفيزيولوجية اللي كتكون التنفس، الطعام، الماكلة، يمشي للطواليت حاشاكم، انعاس. دونك كاع هاد الاحتياجات هادو فهما كيكونوا في قاعدة الهرم، هما رقم واحد. كيتبعهم حاجة الأمان، السلامة الجسدية، الأمن الوظيفي، الامن الاسري، يعني الامن الصحي، الممتلكات ديالو يكونوا في امان. دونك الثاني هو الامان. دونك الاحتياج الثالث فهي الحاجات الاجتماعية. فالرابعة حاجات التقدير، تقدير الذات، الثقة، الانجازات، احترام الاخرين. الحاجات اللي تابعينهم دونك اللي كيكونوا في الصومي الهرم هما الحاجة لتحقيق الذات، يعني الابتكار، حل المشاكل، تقبل الحقائق. دونك انا كنفضل انني هذا الهرم نشرح لكم على يعني ثقافتي هي فرنكوفونية اكثر من انها عربية، والطريقة الفرنسية غادي تفهموا اكثر لوتيليتي ديال هذا الهرم، وكيفاش ممكن اننا نستعملوه. دونك هاد الهرم هذا راه سولون ليديولوجي دو ترافاي، دونك على حساب يعني كاع الناس كيخدموا، خصوصا في الايكوميرس، الشركات، كاع الشركات فاش كيبغيو يحطوا منتوج ولا ان برودوي ولا نامبورت كوا، اي حاجه غادي يسوقوها غيبيعوها، كيحطوا قدام عينيهم هاد الهرم. دونك كل ما اتجهنا نحو الاسفل، يعني في قاعدة الهرم، كل ما شبعنا واحدة من هاد الحاجات، يعني حطينا واحد المنتوج اللي هو مكلاسي يسد حاجة من هاد الحاجات تاع الانسان، فهنا كيكون فيه عليه طلب كتير بطبيعة الحال، وكيكون عليه دخل كتير ودائم. فاهمين؟ كل ما طلعنا لفوق كل ما كيقل، يعني كل ما طلعنا لقمة الهرم فكل ما كيقل، كتقل بطبيعة الحال لا رونتابيليتي، خصوصا من الناحية المادية، كتقل القيمة ديال الإنسان. دونك كل ما اتجهتوا نحو الاسفل كل ما غادي تلقاو لا كونكورونس كثيره، الطلب كثير، والفلوس كثار. كل ما اتجهتوا نحو الاعلى كتكون اقل هذه الامور كلها. دونك علاش غادي نخدموا بهذا الهرم؟ يعني اون فوا لقيتوا الفكره شنو هي، فاهمين، خصكم تحاولوا تيدونتيفيو الفكره ديالكم فين كاينة، فاهمين. دونك جينيرالمون ملي كنقولو باغ اكزومبل التطبيقات، غادي ناخدو مثلا ليكزومبل ديال لي جيم. ملي كنقولو لي جيم فهما في ديفيرتيسمون، ديفيرتيسمون كيكون هنا في قمة الهرم. لو ديفيرتيسمون كيكون هنايا. دونك ناخذ مثلا، غادي ناخذ واحد المثال اللي هو بار اكزومبل، ناخذ هذا الجيم اللي هو من اكبر لي جيم اللي نجحوا، جيم ناجح اللي هو كلاش 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 رويال، اللي الشركه خرجته من بعد كلاش اوف كلان، واللي ديريكتومون لقى نجاح، وكلاش اوف كلان حتى هو لقى نجاح كبير. دونك الى شفنا هاد البرودوي هذا، هاد المنتوج هذا، فهو في الديفيرتيسمون،
فاهمين؟ اللي هو في قمة الهرم. دونك اعتمدوا على العياش في الاول. دونك ملي كتقول ديفيرتيسمون يعني كتقول انترتينمنت بلونجلي، يعني حاجة كمالية. فالأشياء المهمة شنو هي؟ كل ما هو ديفيرتيسمون، يعني جرافيك مخير زوين، كاينة قصة ديفيرتيسمون، كاين دونك عندنا الجرافيك بطبيعة الحال، والديزاين 3 ديمونسيون، ولو جو يعني اللعبة ما مملاش. زيادة على ذلك يعني لي زيفي سونور، او لاش كيسمون بالعربية الفصحى، المهم الصوت اللي فيها، لي زيفي سونور، لي زيفي سبيسيو، يعني بزاف الحوايج اللي خلاوها انها تنجح. من ناحية يعني ملي كتدخل ليها مثلا كجيم من البداية الأولى، يلاه كدير مثلا طون بخومي دويال، الدويال ديالك الأول في مود اونترينمون، فهي مستوفية يعني قاع الشروط تاع الديفيرتيسمون، فاهمين؟ يعني عندك دي كارت، عندك استراتيجي، كتفكر، كتدخل في لو جيم، كتعيش داك لو جيم. دونك هنا استوفى الشروط كاملة ديال قمة الهرم، فاهمين؟ اللي الهرم اللي دوينا عليه، اللي هو هذا. دو ماسلو. دونك هنا المرحلة الأولى استوفات، فاهمين؟ من بعد يعني غادي نشوفو كيفاش أنهم بطريقة ذكية نزلو لهنايا، اللي هو لو بوزوان دي ستيم، لا ريكونيسونس، اللي بالعربية هو لو بوزوان دي ستيم اي دو ريكونيسونس. بالعربية 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 بالعربية، فوالا. تقدير الذات، تقدير الذات، كيفاش دايرك؟ دونك في لي جيم دارو لي نيفو، كاينين لي نيفو، ارين 1، ارين 2، ارين ارين الاولى، الثانيه، الثالثه، دايرين فيه لي كارت، لي كارت ليجوندير، لي كارت لي جيمس، كتربح لي كوب، تغص عندك لي جيمس، عندك لي زيليكسير. دونك كاع هادو حوايج اللي الانسان كيخلق تقدير الذات الانسان، فهمت؟ يعني مثلا ما فهمتش واش الفكره وصلت، ولكن فوالا. انا نيفو 1 وصلت نيفو 2، من بعد نيفو 3، فاش كتسمع لي جوار ديال كلاش روايل كيقول ليه تو كلا غين، كيقول لي انا اغين كذا، انا اغير الفلان فلانية الاولى، انا التاسعة، انا هادي. دونك هنا كاين واحد التقدير الذات، وكل ما زاد في لي زارين، كل ما ربح لي كوب، دونك كيزيد تقديره للذات ديالو، كتزيد الثقة في النفس، وكتزيد كاع يعني الحوايج اللي كاينين هنا في هادي، في لو بوزوان دي ستيم، احترام الاخرين، المهم كاع هادو كيدخلو هنا، فاهمين؟ دونك هنا الجيم يغطى هادي، هو يدخل هنا، يعني يدخل في هاد لو بوزوان، هاد الاحتياج اللي عند الانسان يدخل فيه. من بعد المرحلة الثالثة اللي هو لو بوزوان دابارتونونس، اللي هو صعيب انك يعني توصل، يعني احتياج الانتماء كيتسمى، ولعبوا عليه بطريقة لي كلون.
يعني بداو كيشكلوا لي زوار اللاعبين، كان ممكن انهم يديروا دي كلون قبائل ويلعبوا انا وصاحبي، وهذا كنزيدو في القبيله ديالي، الاخر حتى هو كيدخل في القبيله ديالي، كنشكلوا قبيله وكنتحاربوا ضد القبيله. دونك هنا وصلوا حتى لهاد الاحتياج، لو بوزوان دابارتونون، يعني الانتماء، الصداقة، وداكشي. من بعد بقى لو بوزوان دو سيكوريتي، يعني واش ممكن يوصلوا ليه ولا ما يمكنش يوصلوا ليه. وصلوا ليه بواحد الطريقة اللي هي ذكية كذلك، هو انه لو كونت ديالك اللي كتبنيه، و داك لو كونت ديالك دو جوار ديال اللاعب اللي كتبقى تبنيه بلي تورنوا وطلع وتزيد لي جيمز وكتربح لي كارت ليجوندير وكتكوليكسيوني لي كارت، وهذا الا مشيت تبانيتي ولا درتي دي فوت على حساب لا لوا ديالهم ولا هذا، فكيمشي ليك لو كونت. دونك هنا كتولي انت كاين واحد الاحتياج ديال الامان، هو ان لو كونت ديالك يبقى عندك، يبقى ديما غادي طالع، ما تخسرش لي كوب لي كومبيتيسيون. دونك يعني تقريبا وصلوا من نزلوا من قمة الهرم الى احتل هاد لو بوزوان بطريقة انديريكت، يعني بطريقة ذكية، الشيء اللي خلى هاد الجيم هذا اكسسوا كلاش اوف كلان لا كلاش اوف كلاش رويال، يعني راكم عارفين كلاش رويال من يتصدر قائمة الألعاب. دونك هنا هو كمثال، غادي ناخدو مثلا ليكزومبل آخر باش تفهمو أكثر. تطبيقات مثلا واتساب هو تطبيق ديال الشات، دونك اوتوماتيكمون واتساب دخل في الحاجات الاجتماعية، فهو يعني في البزوان، فوالا الحاجات الاجتماعية اللي هو هذا بزوان دابارتونونس، يعني ديريكتومون الواتساب علاش كيحتاجوه الناس باش يتواصلوا مع الأقارب ديالهم، مع العائلات ديالهم، مع الأصدقاء ديالهم، مع الناس اللي كيعرفوا. واتساب ماشي بحال ديال الديتين مثلا ولا ديال الشاط، اللي هما خص الانسان تكون عندك ديجا النيميرو التليفون ديالو باش انك تكونتاكتيه في الواتساب. دونك هو معرفة، دونك اوتوماتيكمون مشى ديريكتومون واتساب لهنا، لو بيزوان دابارتونونس اللي بالعربية هو الحاجات الاجتماعية. دونك انا اوتوماتيكمون واتساب غيكون المداخل ديالو كتر، وكيستهدف يعني هاد القاعدة. دونك نتوما يعني الفكرة من هادي، من هاد لابيراميد، راه كيستعملوها الناس في الاي كوميرس، في الماركتينغ، في الكوميرس، في لافي ريال، في الحياة العادية. دونك ديما تبازاو على هاد لا بيراميد في خدمتكم، تبازاو عليها. علاش؟ باش تحاولوا تيدونتيفيو البرودوي ديالكم فين غادي يكون كبداية، ولا حطيتو في بلاصة من هادي خصو يحاول يسو في جميع الشروط. بديتو هنا فهو خصو يكون يعني ديفيرتيسون، يعني ب 100%. دونك المرحلة الأخرى اللي كندوزو إن فوا كان إيدونتيفيو حنا داك الفكرة ديالنا والبرودوي اللي بغينا نديروه، إنا بلاصة خصنا نإيدونتيفيو لوديونس ديالنا اللي هي الشريحة اللي غادي نستهدفو، سواء من ناحية عمر، لاج، من ناحية السكس، واش دريات ولا دراري ولا بجوج،
الجنسية وكذلك الاعتقادات الدينية وكذلك. دونك هنا خصكم تيدونتيفيو، يعني خصكم تحاولوا تعرفوا لودونس اللي غادي تتجهوا ليها. دونك اون فوا ايدونتيفيو لودونس اللي غادي تحتاجوا ليها، دونك كندوزو لتنفيذ الفكرة. دونك الفكرة باش تنفذ، دونك هنا من بعد ما عرفتوا لي موايان اللي عندكم او الامكانيات ديالكم شنو هو. مثلا انا الامكانيات ديالي هو انني ديفلوبر، نقدر نديفلوبي، تمام. فاذا ديفلوبيت غادي نكون قوي، هذاك هو لو بوان فور ديالي. ممكن انني نزيد نتعلم فيه ونتقاتل باش انني يولي بيرفيكسيوني، مثلا باش نديفلوبي ديك الفكرة اللي بغيت. ولكن في الديزاين مثلا ولا في الجرافيك انا ماشي قوي، ماشي من نقاط القوة ديالي. فاش غادي ندير؟ غادي نديليغي، خصني نستعن بشي حد على برا. انا اللي كتولي لا سو تريتونس. شنو هي لا سو تريتونس؟ هو انه اما كنشوف واحد غادي نكلفو بالديزاين، كسوا وسط لابليكاسيون، ديزاين ديال وسط لابليكاسيون ولا برا لابليكاسيون. دونك غادي نستعن به في الديزاين. نقدر نستعن بعدة اشخاص، كل واحد غير قد جي حاجة. مثلا بغيت البروجي ديال انه ديالي انا، مبغيتش الناس يعرفوني بالضبط علاش خدام. غادي نستعن بواحد مثلا هندي، غادي نعطيه باش انه يقد لي مثلا واحد الشخصية، واحد البيرسوناج مثلا في الجيمين، غادي نخلصو عليه، غنعطيه 5 دولار. واحد اخر غادي يقد لي ليكون ديك الشخصية، توا نعطيه واحد 2 دولار 3 دولار. او لا، نقدر نتعامل مع واحد عجبني مثلا فيهم، شتو كي قد مزيان سميتو الديزاين وعجبني الستيل ديالو وتوافق مع الفكرة ديالي، نقدر نعطيه كل شيء يخدمو ليا مثلا، نتقارج معاه. المهم الحاجة اللي انا قوي فيها كنديرها، الحاجة اللي انا ضعيف فيها كنديليغيها، فهمتي؟ لان ذاك الوقت من الاحسن انه نستغل الوقت في انني نطور الحاجة اللي انا ديجا قوي فيها، على انني نبدا نتعلم واحد الحاجة اللي انا ضعيف فيها وندير خدمة ماشي هي هادي. دونك في مرحلة التنفيذ، اون فوا نفذت البروجي ديالي، كيلكو سوا لو بروجي، ابليكاسيون او جيم، دونك كيبقى عمليات انني نخرجو للواقع. دونك قديت لو بروجي ديالي، قديت لابليكاسيون ديالي، كيبقى عملية التطوير. فاهمين؟ دونك في عملية التطوير نقدر من الأول أنني يعني نسيب، نحطو في قاع هاد، نحط قاع الإمكانيات باش أنه يروكوفري، يعني يغطي أكبر عدد، أكبر عدد ممكن من هاد هاد لي زيتاج، من هاد لي بوزوان، من هاد الاحتياجات. او لا، نبدا نغطي في الاول هاد الاحتياج، فاهمين؟ مثلا عندي جيم، غادي في الاول غادي نخدم على الديفيرتيسمون، غادي نقاد الجيم زوين انه ما يكونش ممل، ما خصوش يدخل في الملل. لي ستاج ندير فيه انه يعني يربحوا لي كوينز، او لا عي ستاجات مثلا في الاول، يدوز ستاج الاول كيولي عاوتاني ستاج تاني، كنديبلوكي ليه مثلا شي تول، كنديبلوكي ليه شي قوة، شي سلاح، شي حتى كنوصل لهاد لو بوزوان دي ستيم. من بعد نبقى غادي ميزاجور ابديت وكنديفلوبي فيه دقة بدقة، كل مرة كنخسر عليه.
على مستوى يعني على مستوى تطوير التطبيق هو نفسه في حد ذاته. يعني مثلا الجيم كنبقى غادي وكنطور فيه مره مره، وكل مره كندير الابديت، فاهمين؟ دونك باش الابديت انه يترانكا وينجح، فمع كل ابديت مثلا درت ليه خصني نجر ليه ترافيك، يعني خصني نجر ليه واحد القيمه ديال الترافيك. دونك هنا كتبقى عمليه التسويق، دونك عمليه التسويق كتقوي فيها فانا غادي نتكلف بها، ما كنتش قوي فيها ممكن نستعن الناس. مثلا في التسويق كتبقى مثلا عمليه بيان سور فيسبوك ادز ممكن اي انسان يتعلم عليه، ادورد ممكن اي انسان يتعلم عليه، كاع الشركات الاعلانيه الاخرى ممكن اي انسان يدير اعلان، تويتر ممكن دير اعلان، يعني عطلات الطرق باش تجرب لي ترافيك في هادو ممكن تعلم اليوم اي انسان، ياخذ واحد الساعه ولا في النهار باش يتعلم الواحد فيهم، راه غادي يميتريزي يعني يميتريزي ويعرف يستهدف فيه شويه ويقدر يدير حمله اعلانيه ديالو. فيما يخص باغ اكزومبل لي بلوغر او لا لي فيديو او لا هاد النوع الاخر ديال انك تجلو ترافيك، ممكن يستعن بناس اخرين، علاش لا تستعنو ديما ديليغيو الحاجه اللي ما كتميتريزيوهاش، ديليغيو في البدايه، في بدايه التطبيق ديالكم نقولوا في الشهر الاول والثاني ديالو ممكن ديروا كلشي نتوما نيت باش تحاولوا تزوروا ليه ترافيك. من بعد فاش كتبروجي كيكون صافي خدام، حاولوا تستعنوا بناس اخرين اللي يكونوا كيميتريزي، وكل واحد كيميتريزي واحد الحاجة اكتر. الحمد لله. دونك هنا فيما يخص عملية التطوير، ابخي انا في الجيم ديالي او لا في لابليكاسيون ديالي كنشوف ديما كنخدم بها، نخدم فيها ولعب فيها انا نيت، وفي نفس الوقت نشوف لا كونكورونس، يعني كنشوف المنافسة، ومن كنشوف المنافسة كنشوف الحاجة اللي زايدة في شي تطبيق مثلا مشابه ليا ولا قريب ليا وما عنديش، واللي هي اوتيل يعني كاوتيليزاتور راها بالنسبة للمستخدم فهي قيمة مضافة كنزيدها عندي، كندير ابديت نزيدها انا بيدي، ما قدرتش نستعمل ديفلوبر ونزيدها وندير ابديت، وكل ابديت ان فدرت واحد الابديت كنجر واحد شويه ديال الترافيك، يعني واحد حمله اعلانيه عاوتاني. علاش؟ باش انها كتزيد ترانكا. ديك مساله ابديت مع ترافيك جاي مع الابديت، يعني ميزاجور مع ترافيك كترانكي ليكم، كتطلع ليكم لابليكاسيون في السطور، يعني قوه من القو يعني من لي زوتي ديال الازو الحاليين. دونك المرحلة الأخرى اللي كتعاون بأن التطبيق يعني ينجح ويكون غادي في تطور مستمر، ماشي عيد جيت لواحد التطبيق وتسنى أنه يدخل ليك ويبقى ممكن أنه يترانكا وبدا يجيب ليك، ولكن مع الوقت غادي يموت. فهي لانتراكسيون، يعني التطبيق ما خصوش يبقى منحصر كتطبيق عند هذاك المستخدم اللي تيليشارجا وانستالا، فاهمين؟ خص ممكن انه انتيغاجي، يعني يتفاعل مع مستخدمين اخرين بحال كيما دارت كراش رويال، اللي دير انه يديروا دي كلون. دونك كتلقى مثلا واحد كيلعب يقول صاحبي واش ما كتلعبش كراش رويال، دخل تلعب كراش رويال، دخل معايا في الكلون. هنا كيكون واحد الانتراكسيون ما بين مستخدم ومستخدم اخر، مستخدم كيجر لك مستخدم اخر. كاين بار اكزومبل نعطيو امثله بحال مثلا دوك لي فوتو فيلتر ودوك داك النوع ديال التطبيقات، مساله الشير،
كيقد مثلا ليماج ديالو التصويره ديالو وكيشيريها عن طريق التطبيق ديالك نيت، كتخلي ان هذاك المستخدم الاخر حتى هو كيقلب على داك التطبيق باش انستالي باش حتى هو يشري بيه. دونك حاول تكون عندكم لانتيراكسيون، يعني التطبيق يكون فيه واحد التفاعل ما بين انسان وانسان، فاهمين؟ علاش عطيتكم انا هاد لا بيراميد اللي هي احتياجات الانسان، هادو لي بيزوان زومان، احتياجات الانسان. فهاد لا بيراميد كتنطبق على اي انسان في العالم، اي انسان كيف ما كان، هذا هو هادو هما الاحتياجات ديالو. لان اول حاجه خصك دير في بالك، واللي حنا كان بقوه ما كنبقاو غادي نعرف في البلاي ستور وعرف التطبيقات، غالبية اوقات كنساو ليتيليزاتور كانسان. فهنا فين خصكم انكم ديما تحط قدامك ابليكاسيون، تطبيق، برودوي، منتوج، شكون اللي غادي يستخدمه؟ انسان. دونك كنشوف داك الانسان. ثاني حاجه حاولوا تلعبوا على لي زيموسيون، يعني على المشاعر ديال المستخدمين في كل شيء. مثلا نعطيكم انا مثال، ملي كناخدو مثلا ناخدو واحد الصورة تاع فوتو فلتر، مثلا واحد الفوتو فلتر اش فيها، دي زيفي باغ اكزومبل، فاهمين؟ دي زيفي كتاخد التطبيق كتاخد بيه التصويرة وكتزيد ليها لي زيفي. دونك نقولوا مثلا ممكن انكم تزيدوا عليها مثلا ديك القضية ديال، نقول مثلا هاي لا كوب دي موند جاية، لا كوب دي موند جاية، علاش ما سيرتو في هاد التطبيقات هادو، هاد النوع ديال التطبيقات انا كنفضل انهم يكونوا هوستد، ديما هوستد. علاش؟ في الهوستين كتزيد مثلا واحد التصاور مثلا اللي هما اوكازيونيل موسميين، بحال مثلا في هاد الفوتو فلتر نجي في هاد الوقيت لا كوب دي موند وكنزيد واحد الفلتر ديال الدرابو مثلا، لانه فاش غياخد تصويره يا اما يدير الدرابو ديالو ديال المنتخب ديالو ولا ديال الدوله ديالو في الباك جراوند في الخلفيه، او لا تجي على شكل ماسك على النص ديال وجهه مثلا، ويقدر يشيريها ويبارطاجيها. فهنا كتلعبوا على لي زيمونسيون ديال الانسان، وهنا كتدخلوا في لو بوزوان، في داك لو بوزوان ديال لابارتونونس، يعني في هذا احتياج الانتماء. دونك حاولوا دائما تخدموا بهاد لا بيراميد في لو ديفلوبمون ديال اي ابليكاسيون عندكم، اي تطبيق، اي جيم، حاولوا تمشيو بهاد لا بيراميد هادي، يعني ديما تعتمدوا عليها، ديما ترجعوا عليها. غادي ناخد مثال عاوتاني ديالاش، ديال باغ اكزومبل تطبيقات الديتين. دونك ملي كناخدو مثلا الديتين، الديتين اوتوماتيكمون فين كيمشي؟ كيمشي نشوفوها بالعربية أحسن. ويلاك دونك هنا الاحتياجات الاجتماعية بطبيعة الحال اللي هي كتكوفريها مثلا واتساب وأي حاجة. دونك الاحتياجات الاجتماعية، العلاقات، الصداقات، فهمتي؟ يعني هنا كتمشي الصداقات وكتنزل حتى الحاجات الفيزيولوجية، لأن بلا ما نكونو يعني باش نكونو واقعيين، غالبية الناس اللي كيدخلوا في اللي كيمشيو للديتين، غالبية خاصة الطبقة الكبيرة اللي كتستعملهم اللي هي الطبقة الغير مسلمة، فهي باش أنهم يلقاو واحد الشريك. ما راكم فهمتو، فهمت شنو بغيت نقول؟ يعني كي اتاكيو ديريكتومون هاد لا باز،
عاد تزيد عليها الحاجات الاجتماعية، عاد تزيد عليها الحاجات تقدير الذات هنايا، الحاجات ديال التقدير. علاش؟ كتلقى عنده كيعرف واحدة في تندر كتلايكيه، عنده البروفيل ديالو فيه بزاف ديال لي لايك، بزاف ديال هادي، فهمتو؟ يعني كيغطيو بزاف ديال وكيمشيو تال هنا تال كاين اللي كيدخل مثلا لهادوك ديال الديتينغ، كساسوا تيندر، كساسوا بادو، كساسوا جولة الديتينغ، اي باش اي كيدوز اي كيدوز الوقت، يعني عمرو ما هضر مع شي واحد ولا شي وحده، يعني اي انترتينمنت وصافي. دونك ابليكاسيون كهادي راه مغطيه جميع احتياجات الانسان تقريبا، ابار الاحتياج بالامان، مي قاعد الاحتياجات. تاني حاجة علاش قلت لكم الجوع، تاني على لي زيمونسيون ديال المستخدم، كتلعبوا على لي زيمونسيون، على العاطفة ديالو. بار اكزومبل كتلقى مثلا ديك مسألة الريت، بليز شحال ما تكتب ليه، اف يو لايك اور ابليكيشن بليز خد واحد 5 دقائق باش دير ليها 5 نجمات وشكرا جزيلا. فكيبقى هنايا مثلا بون، كاين اللي غادي يديرها، كاين اللي ما غاديش يديرها يدافع، كاين اللي لو كان الميساج اكثر يعني كيستهدف المشاعر ديالو، مثلا تكتب ليه بليز تيك تا مثلا خد وقت باش تقيم لي التطبيق، اذا كان عاجبك راه الراي ديالك كيهمنا. مثلا هنا كتولي في تقدير الذات والثقه، يعني انت ديجا عطيتي داك المستخدم واحد القيمه، يعني راه الراي ديالك مهم بالنسبه لينا بزاف، وهذا وهذا وهذا. دونك كتقدر واحد الميساج اللي كيكون كيلعب على ليموسيون وكيكون قوي، هنا غادي يكون عندك لي شونس كثر باش انه يجي لك واحد التقييم ويكتب من فوق التقييم يعني الراي ديالو، يعني انت غادي تاخده بعين الاعتبار من بعد باش تزيد تطور التطبيق ديالك. دونك هنا كنظن تناولنا مسألة كيفاش يعني كيفاش تاخذوا الفكرة، كيفاش تنفذوا الفكرة، وكيفاش تطوروها، كيفاش انكم تطوروا الفكرة، وواحد الفكرة اللي قال كتبغي ديما تبقى تابعة، دونك ديما كتبقى تابعة لي ميزاجور اذا كانوا لي بوغ، لي ميزاجور باش تضيفوا لها دي زوبسيون جداد، دي ميزاجور باش تحسنوا الديزاين، وديما كتاخدوا بعين الاعتبار اشنو كيكتب المستخدم، وشحال عندكم ديال لاستار، وشحال عندكم ديال ديزاستار. وديما تكون عينيكم على السطور وعلى لا كونكورونس، على السطور، على الناس اللي معاك في داك النيتش وشنو اللي زايد عندهم، اللي زايد عندهم يعني بوزيتيف كتاخدو، اللي زايد عندهم نيجاتيف ما عندك ما دير بيه بطبيعة الحال، وكتحيدو من لابليكاسيون ديالك. دونك بطبيعة الحال كمبتدئ غادي تبدا وغتبدا في واحد الفكرة، واللي مثلا الاسم ديالك ما معروفش، كاين بزاف الكيورد كيبقاو مهمين كما عارفين، الازو ولي كيورد وكاع داكشي ضروري خصكم تخدمو به، يعني خصكم تخدمو به باش لابليكاسيون ديالكم يجيوها واحد العدد ديال الانستات وتبدا تطلع في لي روشيرش، كاع داكشي مهم. فبزاف ديال الشركات كيلعبو على كلمات اللي هي دي كيورد اللي هما ديجا طالعين، بحال مثلا الا خدينا
ليكزومبل ديال كلاش رويال ولا كلاش اوف كلانس، راه غادي تلقاو كلاش اوف كينجز اللي هي شركة بوحدها وشركة يعني حتى هي قوية. غادي تلقاو شركة جديدة كاينة ديك ايو، غنحاول نجبدها لكم دابا باغ اكزومبل هنا. غادي ناخدو هاد التطبيق هذا كراش اوف كارز. دونك هاد كراش اوف كارز ما لعباتش على ما خداتش، دونك كلاش ما كاينش، رويال ما كاينش، ولكن خدات كراش اوف كارز. ملي كتشوف الكلمة كتجيك شبيهة بكلاش اوف كلانس، يعني سي يعني هنا لعبات على واحد الاسبيع او تاني باش انها مثلا الاغلبيه ديال لي جيمر فاش كيبغيو يدويو على كلاش اوف كلانس كيقولوا كوك اللي هي لابريفياسيون مي تاع هادي. دونك غادي تحاولوا انكم تطلعوا على ظهر طبيعه الحال دي كيورد اللي هما ديجا داروا سميتهم في البلاي ستور بطريقة أو بأخرى. نتمنى تكون الفكرة وصلت وفهمتوا ليوتيليتي ديال هاد لابيراميد. هاد لابيراميد يعني بغيت نعرف عليكم لأنه كتخليك أنك كتحلل الإنسان. دونك كتحل شنو هما الاحتياجات ديالو وكتشوف اي اكسيون كيديرها كتعبرها نسبه لهاد الاحتياجات، لان اي حركه واي حاجه كيديرها الانسان الا لاشباع وحده من هاد الحاجات هادو، فاهمين؟ اي حركه مشى بغى يلعب راه لهاد الحاجة، لهاد الحاجة هادي، ما يقصر في جيم ولا بغا يدير ديفيرتيسمون. دونك لهاد لو بوزوان، بوزوان دو ديفيرتيسمون اي ريكرياسيون اللي كيدخل في الحاجة، في هاد الحاجة. كيحاول يرباح ولا كي كيلعب باغ اكزومبل ماتش، راه كيلعب ماتش ديال الكورة بيان سور باش ينشط ويقصر ويعرق، ولكن بطريقة بنفس الوقت كيحاول يربح داك الماتش في ماركي ميوتا الحاجة تقدر الذات. دونك هنا حاولوا تحطوا ديما قدامكم هاد لا بيراميد. انا شخصيا كنخدم عليها بالفرنساوية لان بلو كلير بالنسبة ليا. وكما قلت لكم كل ما نزلتو لهنا، يعني كل ما النيتش اللي لعبتو عليه كيسد في واحد من هاد الاحتياجات هادو، فكل ما غتلقاو منافسة كبيرة بطبيعة الحال، ولكن كاين طلب أكثر، طلب كبير. وحاولوا تستغلوها في أي تطبيق حاولوا تستغلوا هاد لابيراميد. باغ اكزومبل أنا شخصيا مثلا إلا كنت غادي نخدم مثلا على ناخدو ابليكاسيون ديال الوول بيبر، دونك الوول بيبر غادي نلعب على هاد لي بيزوان. مثلا غادي نلعب على البيزوان دابارتونونس، غادي نقاد دي وول بيبر وفي نفس الوقت داخلين فيهم مثلا الميتال. مثلا كاين شحال من واحد مثلا هادوك صحاب الميتال اللي كيتسمعو الموسيقى ديال الميتال والهارد روك وكيعجبهم داك السيل تاع الايغ تاع النسار وتاع الجيتارا وتاع تيت دو مور، داك الجمجمه وداك التخربيق. دونك انا كنلعب على داك البوزوان دابارتونونس لان هو كيحس براسو كينتمي لهاديك لا كوميونيتي.
هذه اللعبة نقدر نلعبها عاوتاني على البوزوان دابارتونونس في الرايات لي فلاد، ندير نسر وجمجمة وراية أمريكانية، راية برازيلية، راية دونك حاولوا تخدموا بهاد لا بيراميد باش يكون باش نمشيو يكون داكشي عندكم بيداغوجيك، بيداغوجي واستراتيجي غادي نبني. فاش بغيتو تخدموا على ابليكاسيون حاولوا تفكروا، خدوا التفكير فكروا كشركة، واخا انكم نتوما دابا انديفيدو الغالبية يعني ديبيتون و سي دي بيرسون مورال، ولكن كنفكر كشركة، لأنني فاش غادي نطيح في السطور ولا فاش كنطيح في المارشي فكيني حاضرين معايا شركات، والشركات كيخدموا هاد لي ميثود، هادو كيخدموا بدي ميثود استراتيجيك مبنيين بدي شيفخ أرقام ب يعني بمعطيات دي دوني اللي هما ديجا كاينين. دونك ديما فكروا كي غتفكر شركة، كسوا من الناحية التسويقية، من الناحية طريقة الديفلوبمون ديالكم، الفكرة، كل شيء، حاولوا تفكروا كأنكم شركة. دونك كنتمنى تكون الفكرة وصلت. كنهاية هذا الفيديو غادي نحاول نريكابيتولي. دونك دوينا في الأول على اول حاجه، يعني اول ايطاب هما انكم تيدونتيفيو الامكانيات ديالكم، لو بوتونسييل، شنو هما الاشياء اللي انا قوي فيها، شنو هما الاشياء اللي انا ضعيف فيها، وشنو الحوايج اللي ما عنديش. دونك الحوايج اللي انا قوي فيها ومن اللي خصني نحاول يعني داك التطبيق ولا داك الجيم ولا اللي غادي ندير يكون بيرفكت، يعني بيرفكت من هذه الناحيه. ليتاب الثانية قلنا كان ايدونتيفي الفكرة، الفكرة اللي غادي نجيبها راه دوينا عليها، دوينا على تنفيذ الفكرة، يعني الطريقة كيفاش غادي ننفذها، ديليغاسيون كاع داكشي الاخر، كيفاش نطور الفكرة باش انها نحاول مع الوقت وكل مرة نحاول نكتسح أكبر يعني حصة من هذا الهرم. و كان هذا الشيء اللي دوينا فيه لحد الآن، و فوالا، نتمنى لكم التوفيق، ونتمنى تكون الفكرة بانت. إذا بقى شي لبس ولا شي حاجه ما مفهوماش من بعد، ولا شي حاجه اللي ما تطرقتش ليها، اللي كانت المهم، عارف انه كاين بزاف ديال الاسئله اللي كيكونوا كيت كيت كي كاينين في الاذهان ديالكم اللي ما تناولتهمش انا في هذا التيتو. حاولت نعطيكم انا عي استراتيجيه كي بدايه باش تعرفوا كيفاش تبداو استراتيجيكمو. دونك الا كان شي اسئله غنحاول ندير شي لايف في هاد السيمانة إن شاء الله، ممكن غدا ولا بعدو، و نتناول الأسئلة ديالكم في الليغال. دونك ديما نحاولو أننا نكملو في هاد القضية ديال الليغال، وأي حاجة مبيناش ليكم إن شاء الله. ولا دمتم في رعاية الله، ونتمنى لكم نجاح الإخوان.